بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون في سورة التوبة، يعني سورة براءة، إلى الآية 41 42 43 وما بعدها. سورة التوبة الآية 41 وما بعدها، أما رقم الصحيفة عندي 194، رقم الصحيفة 194 صدر الصحيفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وصلوا على محمد بأعلى الأصوات وآل محمد. بدأنا بالآيات التي تدعو إلى الخروج إلى الجهاد في غزوة تبوك. تكلمنا ليلتين عن هذه الغزوة، وذلك أن هذه الغزوة تقريبا تعتبر أطول غزوة للمسلمين. الغزوات 80 الأخرى كانت قريبة، معركة أحد بين مكة والمدينة نص الطريق، معركة بدر خارج من المدينة تقريبا أقل من 10 كيلومترات، وباقي الغزوات كذلك. غزوة الأحزاب أيضا كانت بالمدينة نفسها، غزوة بني قريظة قريبة كلش من المدينة، بنو النضير بني قينقاع، هاي كلها غزوات أطراف المدينة. لكن هاي الغزوة في تبوك والنبي أعلن عنها، البقية الغزوات ما كان يعلن عنها، يعني يطلع المسلمين ما يقول إحنا وين رايحين، وهذه حكمة عسكرية، خطة عسكرية هذه. لكن هاي الغزوة أيضا خطة عسكرية أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إحنا رايحين إلى تبوك. وعدة مرات قلنا أن تبوك تبعد في شمال المدينة 610 كيلو شمال المدينة. وذاك اليوم الناس إما يروحون مشي، معظم الجنود أصحاب رسول الله مشاة، ودنيا حارة في شهر تموز، شدة الحر، وصحراء قاحلة، صحراء
لذلك الله أراد أن يمتحن الأصحاب، من منهم يتحمل هاي الشدائد، من يطيع الله ويطيع رسول الله، ومن منهم ما يطيع الله. أما المسلمون الصادقون الأولون لا، راحوا قالوا دنيا حارة، قالوا ما عندنا مانع، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. اللي يخاف من نار جهنم ما يهتم بحر الدنيا، حر الدنيا تتحمل، حر الآخرة ما تتحمل، حر جهنم ما تتحمل. البارحة ذكرنا جبرائيل يقول له يا رسول الله نار جهنم لو أن قطرة منها نزلت على جبال الأرض لأحرقتها ولا أذابتها. من عدن يتحمل هذا الحر؟ ولو أن سلسلة من سلاسل نار جهنم لو وضعت في مشرق الدنيا، هذا المشرق والمغرب كله تحترق بمجرد وضع السلسلة على نقطة من نقاط الكرة الأرضية، الكرة الأرضية تحترق. فكيف بمن الله يقول ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، اسلكوه يعني شدوه برغبته بيديه ورجليه. على كل حال هؤلاء الصحابة كثير منهم تخلفوا وتثاقلوا، لعدة أسباب. أولاً قالوا هاي السفرة طويلة، ثانياً قالوا الدنيا حارة، ثالثاً قالوا الآن إحنا وقت اللي لازم نحوش الثمرات، وقت اقتطاف الثمرة مالتنا، يعني أواخر الصيف وقت اللي أعناب وتمرهم حتى رطب مالهم ذاك الوقت بالمدينة، رطبهم قبل رطبنا بشهر، شهر ونص قبل رطبنا يلحق. والأهم من هذا كله النبي أخبرهم أنه رايح إلى قتال الروم مو قتال العرب. العرب ناس تعرف ناس، العشائر يدرون قوة، لكن الروم قوة عظيمة. الروم ذاك اليوم مثل أمريكا في هذا اليوم، ولذلك تثاقلوا، والله سبحانه وتعالى ذم المتثاقلين والمتخلفين. مرة أخرى هاي الآيات يقول عز وجل، عين وياي بالقرآن، الله يؤمر أمرا يقول انفروا. انفروا يعني شنو؟ يعني اطلعوا للجهاد، انفروا من النفير، والنفير معناه خروج المسلمين إلى الجهاد. انفروا خفافا وثقالا، يعني شنو خفافا وثقالا؟ الخفاف جمع الخفيف، والثقال جمع الثقيل. المفسرين تقريبا 6-7 تفاسير فسروا كلمة الخفاف والثقال. قسم منهم الخفاف يعني الشباب، والثقال يعني شنو؟ شياب. قسم قالوا خفاف يعني اللي عنده وسيلة وسلاح، والثقال اللي ما عنده وسيلة وسلاح. قسم منهم قالوا الخفاف اللي عنده مركب يركبه، والثقال اللي لازم يمشي مشي على رجليه. قسم قالوا اللي عنده ارتباط عنده تجارة، والما عنده تجارة عنده بستان ما عنده بستان، يعني في كل الأحوال. لكن صاحب تفسير مجمع البيان يقول كلمة الخفاف تشمل كل هاي المعاني، يعني إذا أنت شباب أو شايب، عندك وسيلة ما عندك وسيلة، عندك بستان ما عندك، في جميع الحالات انفروا ولذلك شهد أحد الصحابة يمشي مشيا على رجليه ظهر محني شايب، قال له بابا انت رجال شايب ظهرك محني وين انت طالع؟ قال مو الله يقول انفروا خفافا وثقالا؟
انتوا الشباب خفاف احنا الشياب ثقل. بعدين اجت ايه جماعه من المجاهدين، هسه هاي الايه راح تجي بعدين نقراها، يقول عز وجل الان قبل الاستثناء اللي تجي الايه تستثني الشياب والضعفاء والمرضى، يقول عز وجل انفروا يلا الكل شامي وعامي شباب وشياب انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا، المن جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، يعني إذا واحد ما يجاهد بنفسه لكن عنده مال عنده فلوس عنده خيول عنده سلاح زين، ما تقدر أنت تروح مريض مريض إلى حيث مو مريض اللي مثلا عنده فد شيء جزئي، لا مريض نايم بالفراش، مريض ما يقدر يقوم بالفراش ما يقدر يصلي وهو قائم، بس يقول أنا عندي فلوس، الله يقول إيه بأموالكم أنت فلوس عندك خيول أنت عندك أتبع خيول عندك سلاح أتبع سلاح بأموالكم وأنفسكم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، يقول جاهدوا بأموالكم في سبيل الله وأنفسكم، اللي هو عنده قوة يقدر يشيل سلاح يقدر ينزل إلى خط النار بنفسه، واللي ما يقدر عنده فلوس الفلوس تفضل. نعم سبحان الله، في معركة أحد واحد من الصحابة رجله كانت عرجة يعرج ويجري، عنده أربع أولاد شباب، أولاد الشباب كلهم راحوا جندوا دخلوا بالتجنيد، هو هم قال يا رسول الله أنا ما أبدأ أروح، النبي قال له مو أنت أعرج ما تقدر تمشي، شوف اسمع شوف شوف، قال يا رسول الله أريد بهاي الرجل العرجة أدخل الجنة، أريد أن أدخل الجنة بهاي العرجة مالتي، شوف يعني هالشكل كان روح المعنوية، روح المعنوية هكذا كانوا. أبو قدامة هذا بعد وفاة رسول الله، بعد وفاة رسول الله أكو أحد قادة الجيش الإسلامي اسمه أبو قدامة الشامي، إجا إلى بلدة من بلدان الشام إما دمشق أو بعلبك أو مدي حمص أو حلب، نادى بالجهاد كون جيش، بعدين لما أراد يطلع وقفت مرة في طريقه، مرة نسوان ما عليهم جهاد، قالت يا أبا قدامة، ما جاوبها، قالت يا أبا قدامة ما هكذا شعار الصالحين، مو أنت من الصالحين ليش ما تجاوبني، قال عفوا خيرا، قالت هذا ولد عندها ولد بعد مبالغ 10-12 سنة عمره، هذا ابني أخذه وياه جهاد في سبيل الله، قال هذا مبالغ، قال هذا ما يفتهم بالغ مبالغ، هذا كل ليلة من يصير نص الليل يجيب زنجيل يشد السلسلة برقبته ويديه ورجليه ويقول اللهم ارزقني الجهاد في سبيلك، اللهم ارزقني الشهادة، اللهم احشرني من حواصل الطيور، الله أكبر، تعرف شنو معناته؟ يعني أريد أكون شهيد، أريد أكون شهيد وأقع بالمعركة والطيور تجي تأكلني تأكل من لحمي، اللهم احشرني من حواصل الطيور. بعدين أطتني فتصرة فتخرقة شيس، قالت الله أكبر، قالت أخذ هذا الشيس، قلت لها شنو هذا الشيس، قالت هاي قصايبي
عندها شعر طويل قصته، قالت إذا دخلت جام ساحة القتال بهاي القصيبة مالتي شدها بذيل حصانك حتى الله هم يقتلني يسجل اسمي في ميادين القتال. سبحان الله، أبو قدامة يقول رحنا دخلنا المعركة، الولد ولد بعد طفل اجى وقف قدامي قال يا أبا قدامة أقرضني 3 نبال قرض قرض انطيني. قلت له يا ولد الآن ساعة القرض؟ يظهر هو مخلص سلاحه، أعطيته 3 نبال 3 سهام رمى بها 3 من المشركين قتلهم، بعدين اجت ضربة سقط، لما سقط سقط شهيدا. بعدما انتهت المعركة اجينا ندفن الشهداء مالتنا، الشهداء حفرنا لهم حفر دفناهم، اجينا على هذا الطفل كلما ندفنه نذب عليه تراب التراب يتوخر عنه، نذب عليه تراب التراب يتوخر عنه عدة مرات. تالي قلنا خلف اتركوا، تركنا. لما رجعنا إلى البلدة استقبلتني أمه قالت لي يا أبا قدامة تهنيني أم تعزيني؟ قلت لها ما أدري شلون أعزيك شلون أهنيك. قالت إذا ابني صار شهيد هنيني بارك لي. الله أكبر. قالت إذا ابني رجع شهيد صار شهيد بارك لي، وإذا لا مات موتا هي تدري ابنها مو جاي، لكن مو جاي هل هو ميت أو شهيد، وإذا مات موتا فأعزيني به. قلت إذن بارك الله بك ابني صار شهيد. قالت هل رأيت منه عجبا؟ قلت له نعم، أريد أحكي لك قضية ابنك. كل الشهداء دفناهم غطيناهم بالتراب إلا ابنك، كلما انهيل عليه التراب التراب يتوخر، مرتين يتوخر، 13 تركناه. قالت يا أبا قدامة تدري هذا شنو؟ قلت لا. قالت إن ابني كل إذا جن عليه الليل يقوم للصلاة بين يدي الله، يربط عنقه ويديه ورجليه بسلاسل الحديد ويقول اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، اللهم احشرني من حواصل الطيور، الطيور اجت نزلت من السماء اكلت لحمه. هكذا وعدنا من هالقضايا بكثره، لكن ايش وقت اذا كان الهدف الجهاد في سبيل الله والقائد الاعلى للقوات المسلحه خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم، يعني نفركم خروجكم إلى الجهاد في سبيل الله أحسن من البساتين وأحسن من الأطفال والزوجات والفلوس والدنانير والدراهم والذهب والفضة. ألا وإن الجهاد كما قال أمير المؤمنين باب من أبواب الجنة، الجنة بها 8 أبواب أفضل وأسرع وأوسع أبوابها باب الجهاد. هسه إحنا شنو ما أدري بناخذ نية الجهاد توفيق الجهاد، أسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. إي نعم، إذا كان قائدنا الأصلي مولانا الإمام صاحب الزمان يجي، والله أنا الشايب ابن 80 وابن 90 هم حاضر، بروحي أروح على عيني أروح زحفاً ولو إيدي ورجلي مكسورة ما تشتغل مستعد أول، إذا كان قائدنا الإمام المهدي أو من يقوم مقام الإمام المهدي. وأنتم شلون أنتم ما مستعدين؟ ها إذا إجا مولانا قال يلا أكو بكم واحد يتخلف عن أوامره؟
يقول عز وجل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني عندكم معرفة، عندكم إيمان، عندكم عقيدة، عندكم علم، علم بالله وبرسول الله وبالإمام وبالنبي وبالقيادة وبثواب الجهاد إن كنتم تعلمون. بعدين الله سبحانه وتعالى هذول الصحابة المتخلفين المتتاقلين يذمهم يحكي عليهم، شو يقول؟ يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، يعني هذول المنافقين أو المتخلفين إذا كان عرضا قريبا قول 10 كيلومتر 20 كيلومتر 100 كيلومتر ما يخالف قريب، وسفرا قاصدا، قاصدا يعني معتدل ما بصعوبة ما بصعدة ونزلة ما بشدة الحار، سهلة قضية متيسرة كان يجون وراك. ولكن اقرأ وياي افتح القرآن، ولكن شنو مكتوب؟ ولكن بعدت عليهم الشقة. الشقة يعني شنو؟ المسافة، يعني المسافة قلنا شقد إلى تبوك؟ 610 كيلو. ترى أنا حاسبها، أنا سايق سيارة بيدي ومن المدينة طالع إلى تبوك، من تبوك إلى الأردن، من الأردن إلى، أنا هذين الطرق رايح إلى الجزيرة العربية كلها سايق بها سيارة أنا بنفسي أيام الشباب. ولكن بعدت عليهم الشقة. بعدين يقول وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يحلف يقول له عندي استطاعة لخرجنا معكم. هذا أصلا يكذب، حتى لو عنده استطاعة وبالفعل عنده استطاعة بس ما يريد يطلع، ما يريد الجهاد في سبيل الله، ما يريد يتعب نفسه، ما يريد يتحمل حار، يتحمل عطش، يتحمل الجراحة، يصير شهيد، ما يريد. يقول عز وجل نعم وسيحلفون، هاي كلمة سيحلفون معجزة، شوف فكركم يمي ولا إذا فكرك مو يمي صلى على محمد وآل محمد. هاي السين مال سيحلفون شنو معناها؟ سيحلفون، السين مال سيحلفون شنو معناته؟ بالمستقبل، يعني يوم اللي نزلت هاي الآية بعدهم ما كانوا حالفين، ما كانوا حالفين، بعدين حلفوا. وهذه الآية وأمثالها دليل على معجزة، على صدق القرآن وعلى صدق نبوة رسول الله. قبل ما يحلفون الله قال يحرفون، بعدين حلفوا، حلف قبل ما يحلفون الله قال ترى هذول يحلفون، لكن حلفهم مو صادق، حلف كاذب. زين وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، بعدين يقول يهلكون أنفسهم، يهلكون يعني يرتكبون معصية، الحلف الكاذب معصية، والمعصية بها الهلاك، اللي يحلف حلف كاذب يهلك نفسه يدخل النار. وسيحلفون بالله، هسام إخواننا المصلين أخواتنا يسمعون، فاليوم من الأيام الله يرحمه المرجع الأعلى سيد أبو الحسن إصفهاني إذا سامعين بي، فاليوم هو ومجموعة من العلماء وياه اجوا يدخلون صحن أمير المؤمنين عليه السلام، اجابت واحد وقف السيد، وقفت مدة طويلة، قال مولانا أنا ترى ما أقدر أقف بالصلاة، تسمح لي أجلس صلاة جالس؟ قال لا إلا توقف. وجدك ما أقدر أقف؟ قال إلا توقف. قام يحلب بالعباس وبالسماوات، مولاي ما أقدر أقف، أنا أريد تسمح لي أجلس. تاليها أيس
والسيد أصار إلا تضرب. أيش راح العلماء اللي مع السيد قالوا سيدنا أخو أنت بالرسالة مالتك كاتب، بالرسالة مالتك كاتب اللي ما عنده قدرة على القيام شنو تكليفه؟ يصلي من جلوس. قال الرجال نص ساعة هو واقف بالسوق وواقف، يقول ما أقدر. هذولهم قصتهم نفس الشيء، هذولهم قصتهم نفس الشيء. هسا الله يجزيهم بالخير. الآن أبرز فد واحد صدق عاجز مثل السيد الله يعافي، ها أكو ناس لا إذا بيها شريخة لقمة دسمة مستعد يركض، ها عنده قوة، لكن من توصل وقت الصلاة ما أقدر. شنو هاي يعني الضعف والعجز؟ نعم حقيقة إذا واحد صدق عاجز عن القيام تفضل، أما إذا لا الله يجزيهم بالخير. العتبة الحسينية والعباسية مسوين هل هذا اللي يسموها الكراسي هذه للعاجزين. إذا حقيقة عاجز أنا يوم اللي كنت نايم بالمستشفى كنت مسمي عملية كنت أصلي من جلوس، أحيانا أيام تتأصلي وأنا نايم. إي نعم يجوز لك إذا عاجز حتى عن الجلوس تتنام، تتنام على ظهرك وتصلي. إي نعم. يقول سبحانه وتعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم، يعني بهذا القسم الكاذب وبتخلفهم، ها والله يعلم إنهم لكاذبون، والله يعلم إنكم لكاذبون. يعني يقدر عنده استطاعة عنده قوة رغبته ما يضرب الطبر، ها بس من يصير وقت الجهاد يقول ما أقدر. إيه نعم. رحنا بعض البلدان ما أريد أسمي البلدة، شهر رمضان أشوف يأكل، يعني جاي إلى الحسين عليه السلام، زائر الحسين يروح المكة يروح للرضا عليه السلام، لكن شهر رمضان يأكل. شبيك؟ عندي قرحة بالمعدة، كل شيء ما بي، بس ما يريد يصوم، يقول ما عندي قدرة. بس من يدخل الطبق هو أبو القرحة، هو لا يشرب قهوة لا بهارات لا فلفل، لكن أبو القرحة من يخلون الأكل حتى بي 60 فلفل هم يأكله. إيه نعم هذا الكلام. يقول عز وجل يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم. اسمع حبيبي، لما أذنت لهم؟ اجوا جماعة قالوا يا رسول الله ائذن لنا احنا ما نجي، ما تجون؟ روح. نزلت هاي الآية، الآية عتاب لرسول الله، لكن قبل العتاب الله يقول عفى الله عنك. العفو أولا والعتاب ثانيا. أصولا لو ما رسول الله، لو غير رسول الله، الله أول يعاتبه بعدين يقول له عفو عنه، تمام ولا؟ لكن احتراما وإعزازا لرسول الله الله أول يذكر العفو وراه يذكر العتاب. عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهاي الكلمة لما أذنت لهم إذا نسميه عتاب أو كل ما تسمي ترك الأولى، هل كان حلالا جائزا أو مو جائز؟ الإخوان السنة يقولون مو جائز، رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك خلاف الشرع، هم يجوزون المعصية على رسول الله. لكن نحن الشيعة مذهبنا أن رسول الله والأئمة والأنبياء كلهم معصومون، معصومون. معصوم شنو؟ يعني لا يرتكب حرام ولا يرتكب مكروه،
حتى مركوه متروك ميت، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذا عندك تفسير سني، تفسير فخر الرازي، شوف هذا ايش قد يخربط. الزمخشري يقوم يخربط، الآلوسي يقوم يخربط، الطبري، هذول كلهم من يوصلون إلى هذه الآية يقومون يخربطون، يستعملون سوء الأدب بالنسبة لرسول الله، مو مؤدب مع رسول الله. يقول ليش؟ يقول الله سبحانه وتعالى يقول لي ما أذنت له، هذا الإذن خلاف إرادة الله، ليش أذنت له؟ ولكن الجواب عند الإمام أبي الحسن الرضا سلام الله عليه، صلوا على محمد وآل محمد. في مجلس المأمون العباسي، المأمون العباسي سأل الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال يا ابن رسول الله أليس من قولكم أن الأنبياء معصومون؟ قال نعم. قال إذن إذا معصومون الله لشلون يقول للنبي عفى الله عنك لما أذنت له؟ اسمع، الإمام جاوب جواب علمي دقيق، قال هذا العتب مو بالحقيقة موجه إلى رسول الله، موجه إلى ذول الجبناء. قال القرآن ينزل، اسمع، القرآن ينزل بلغة إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا مثل، إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني فد واحد أبرز رجال يتعارك ويا زوجته، ليش؟ كل عشان أعطيتي للجيران، والجيران واقفين يسمعون، يجي الرجل يشوف زوجته كل العشاء شايلته ودتها للجيران، هي عندها أطفال خليهم جواعة، رجلها جوعان، هي جوعانة، إذا عاتبها ها مو معناته أنها هي أخطأت، حتى الجارة تسمع، الجيران لازم عندهم حياة، مو تجي القدر كله تشيله وتروح، خلي لأبو البيت. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، بالحقيقة الذم والملامة على ذولاك اللي استأذنوا جبناء، على ذولاك مو على رسول الله، مو على رسول الله. اللفظ بعدين السؤال أنه غير هذا هم أكو آية أخرى مثل هذه اللي الله بالظاهر يعاتب النبي لكن بالحقيقة العتاب على الغير؟ قال نعم. قال وين؟ قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رسول الله عنده ذنب؟ قال إذن شنو هذا الذنب؟ قال ذنبه عند المشركين مو عند الله. الرسول كان أكبر مذنب عند من؟ عند المشركين، عند عباد الأصنام، لكن لما فتح مكة وكسر الأصنام بعد ما ظل ذنب، تمام يا لا؟ قال بعد، قال أكو آية أخرى، اسمعوا إخواني، الإمام الرضا قرأ هاي الآية، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله يخاطب نبيه، يعني لو احنا، لو الله ما مسيطر على قلبك ولسانك وأعضاب إيمانك كانت شوية شوية تميل شيئا قليلا ترضيهم بلسانك. بعدين الله يهدد نبيه يقول إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا به وكيلا. نعم، يعني هذول الكفار لا تحاول ترضيهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المشركين ما يرضون 60 سنة لا يرضون، اليهود والنصارى ما يرضون 60 سنة لا يرضون. انت رضي ربك، التزم حرفيا بتعاليم الله. زين، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني هذا اللي يقول لا أستطيع صادق أو كاذب، لا تأذن لهم
خليجون هذول اللي جاي. يقول تأذن لي يا رسول الله أنا أروح؟ يقول لا ما أذن لك تعال. هذا اللي في صدق مريض يبين صدق مريض صدق عاجز، والمريض مريض والمعذور معذور. ولكن إذا فد واحد مو مريض ولا معذور ولا شايب، معناته أنه حلف كاذب، هذا لازم يدخل في القتال في ميدان القتال. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، إلهنا فك رقابنا من النار يا الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم استجب دعاءنا واشفي مرضانا وداوي جرحانا وارحم موتانا. إلهنا اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات. اليوم سمعنا بالمسيب صار تفجير 85 شهيد، هذول داعش وتنظيم القاعدة، هذول الأخطر من الذئاب، شوية شوية هم دايجون، هاي بعد أقرب من المسيب، هاي جرف الصخر، الإخوان يدون جرف الصخر قريبة من كربلاء، هؤلاء جايين ويردون الهجوم على كربلاء، وإحنا ما عندنا حماية، حمايتنا عند الحسين. ادعوا الله يا إخواني أن يدفع شر هؤلاء الأشرار من الشيعة حتى من السنة المعتدلين، ويحفظ هذا الشعب المظلوم والوطن المحروم والشعب المجروح. اللهم احمهم أنت بحمايتك، واحرسهم أنت بحراستك، واحفظهم بحفظك يا الله. اللهم رد شر داعش والإرهابيين والوهابيين والسلفيين وأعداء الدين وأعداء المؤمنين، رد شرهم إلى صدورهم يا الله، وكيدهم إلى نحورهم يا الله. اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين. قوموا إخواني وأخواتي، ارفعوا الأصوات عالية. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه بها طويلاً. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.